أهلا بكم مرة أخرى. سوسة كنقولوا سوسة كنقولوا نزل قولوا نزل قولوا جو جورت الساحل محلاك يا سوسة. دخلت لوتيل خذيت لاسانسور باش نمشي نشوف الريسبسيون. ننزلوا على نمبر وان. ايه خويا مالا ياك هاو نمشي وتوا للريسبسيون ناخذ الشومبر نتاعي ومن بعد نشوف اش فما واش ما فماش. اوتيل تحفون شوفوا مزيان 5 اتوال دو لوكس اوتيل اهبال اهبال اهبال. هذه الريسبسيون بون خذيت شومبر 2308 3 ايتاج في اتجاه لاسانسور باش نمشي للبيت ونرتاح ونضرب دوش. تمشي للاسانسور تحل الاسانسور وتدخل اوب مرحبا الفاليجة دي ما تتبع وخوك عامل جو وناسب وشيخ اللهم لا حسد في اتجاه الشومبر 2308. الي اوب فيت في يلزمك تلقى 2308 لقيناها ومرحبا انثبتوا بالنومرو هو بيدو حلوش على العباد سي نورمال اونسي جامي ترف. سمينا بسم الله وكلنا على ربي ودخلنا حطوا الكارت انشعلوا الضوء والفاليجة متاعي يا خويا كالفاليجة وين تبعتني بارتو هذيك ما خليتش يا تركيا يا 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 الوت لو لي ميزون دو دارتهم دار الدار هذيك عشيرتي كالعادة. نشوف السلدو بون مريقلة نظيفة ما عندك ما تشوف فيها أكثر مريقلة بالبداية بالبداية ومنظمة. دق الباب والله يعطيه الصح قال لي عندك باكو منجا. قلت له بارك الله فيك ويرحم والديك. حليت الفريقو كالعادة طرف جازوز عندك الماء عندك القهوة تقلق تحب تعمل قهوة. أنا كي نعمل سويقر نحب قهوتي يا خويا نعدي عليها جو. هذا الشومبر مش كينج سايز مي دوبلي وكالعادة والعويد الكرباي متاع الغلة الكرباي ما يتنحاش. هذه التيلي البيانفونو متاع الوتيل مازلت ما حليتهاش. اجوردي اوني لو 24/2024 ا 14h36 اوتيل سوس بالاس. كالعادة نحل البلكون ونعمل طلة المنظر الدلول متاع البحر البيسين العباد شيخة نهار قري بون سخونة الدنيا مي سبعة منظر جميل ياسر فيو ياسر حلوة او موت عليك يا بحر سيرتو انا الصياد يا خويا ماذا بيا الصنارة متاعي وديما البحر يا كهو. شنخمم ما عندي ما نخمم توا قلنا وقيت انا التخمامة اللي خممتها خويا جيعان. دخلت اول ما نشوف شفت الغلة ساعة قبل الماكلة نحس في روحي جيعان مي وميم تون شبعة بو هذي القتوات بو بصراحة وطيل سانك اتوال ما فيش حاجة كبيرة ما عجبتنيش معناها الماكلة اللي فيه والشواء ما هوش حاجة ملوخية مقرونة بالحوت فهمت هذيك كمونية سلايت اللي بغيه بصفة عامة ما مش حاجة كبيرة على شوية سفنير يا ربي تريف خص الخبز والسوب سوب عندك شربة لسان عصفور وفما سوب دو ليجوم. انا بصراحة نموت على سوب دو ليجوم نموت عليها برشا هي اعز حاجة وبن حاجة نتعدي ديما يمشي هز هذي هز هذي هز هذي او كسكسي او درشنو او ملثوث او 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 تك 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 ما فما حد شيء معناها ما عندكش شواء باهي كل شيء خضرة مخصوصة في بعضها ومفورة برا قلنا نزيد ونتعدي ايه ديما يمشي ونشوف وش فما وش ما فماش ورا تريف كبتة طاجين بيتزا وكتشوفوا البيتزا يا بابا على البيتزا يا بابا على البيتزا يا بابا على البيتزا حتى هي بيتزا بون نتعدى وننسى البيتزا تاع الناس للناس
هنا عندك المقارن توسكي مقرونة بولونيز. بون قلت ناكل انا بولونيز خير لي وكل شيء، قلت نتعدى نزيد نشوف شو فماش ما فماش. هذيك حاجة ماكلة متاع شينوا ما فهمتهاش انا، حاجة شينوا هذا نوع متاع بيني يعملوه، معناها حاجة كيل فريكاسية ما يخلطوهش بحاجة هكاك شايح يتاكل. وهذيك هو هذا هو الشواء اللي فما، هذا شو فما في الماكلة وفي الصالة بصفة عامة. حسيلو يا جماعة، نقولكم باي باي، وإن شاء الله في فرصة أخرى كي العادة نصوروا شو فما وش ما فماش، وديما إيغور يصور لكم. وهذاك هو راهو جوست مش بيب، أما إن شاء الله جونا ديما باي 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 جونا.